كفتة الفريك. الفريك طبعا عارفين الفريك اللي بنحشي بيه اي حاجة، فريك عادي، بس ده بقى مسلوق. يعني ايه؟ حطاه على النار يغلي لمدة حوالي قولي كده 7-8 دقايق وبعدين صفيته. يعني بسيبه ايه يغلي 7-8 دقايق وبعدين اصفيه اهو. تمام كده، يبقى ادي كده ديت الفريك المسلوق، فريك مسلوق. بنعمل ايه بقى؟ بصوا الخطوات بتاعتنا. طبعا انا مزوده لها حاجات، يعني هي مش الوصفه من اولها هي ايه بتاعه الوصفه القديمه قوي، عشان ابدا ان انا اظبط فيها وتطلع معاكم ناجحه جدا ان شاء الله. انا مثلا لو نص كيلو من اللحمه هحط عليه حوالي كوبايه فريك الا ربع، كوبايه فريك الا ربع، اسلقها واصفيها كويس جدا 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 من الميه، ما اغليش فيها ميه. وعندي اللحمه وعندي البصل وعندي جيلاتين، جيلاتين دوت من الاختراعات الهايلة جدا 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 اللي بتخلي الكفتة تمسك معاكي وما تفكش. ده اختراع يا كوتش، لازم اعمل براءة اختراع، اختراع يا كوتش. اي كفتة عايزاها تمسك معاكي بالجيلاتين البودر ده. تمام، هنعمل ايه؟ عندي بصلة وعندي شوية عصير طماطم تقيل، ده خليهم على جنب كده عشان دخلنا في الوصفه اللي هي الايه القديمه، بس هي كلها كده زي ما هي، بس ما عدا الجيلاتين، مش بيحطوا جيلاتين، انا احط جيلاتين. هاخد البصله اللي هي مبشوره احصرها بس على الجيلاتين ده عشان برضه استفيد من ميه البصل. ماشي، يعني الجيلاتين لازم تذوبيه بشويه ميه، فانا استغليت ميه البصل. ادوب فيها الجيلاتين، ناخد كده معلقه من عصير الطماطم التقيل ده او الصلصه، ممكن تحط شويه بابريكا كمان عشان تديكي لون احمر حلو. بس احط بقى، هيبقى هنا عندي اللحمه المفرومه وعندي البصل وعندي الفريك المسلوق والمتصفي حلو قوي، وعليه الجيلاتين اللي انا حطيت له ميه البصل وحطيت له الايش معلقه صلصه. ملح وفلفل قرفة وجنزبيل، ملح وفلفل قرفة وجنزبيل. ماشي، اعجن بقى ده كله حلو جدا واخلي الجيلاتين يتخلل كل الحاجات دي كلها. وممكن كمان الاحلى والاحلى تفرميهم في المفرمة اللي هي الفود بروسيسور اللي احنا بنخلط بيها كل حاجة، نخلط فيها ده كله كويس قوي، بتلاقي الفريك بيروح مع اللحمه، وطبعا بتعمل لك طبق كفته هايل. يعني مش عايزه شكل الفريك يبقى واضح، اعملي كده، نفرمه بالمفرمه مع اللحمه. انا طلعت بس المفرمه عشان افرم دول على بعض عشان ما ايه ما اخليش الفريك واضح. ماشي، الحمد لله. معانا ادهن بس ايدي زيت لان ايه بتلزق شويه. طبعا تحطيها في الثلاجه حبه صغيرين هتلاقيها مسكت معاكي على طول. انا بس بصب على عودين شيش طاووق كده وبشيلها منها. ماشي، استنى بس اغسل ايديا بقى عشان ايه ادهن الكفته دي عشان اخلي شكلها جميل وتبقى بتشهي كده زي ما بيقولوا. هن ايه صلصه كده بميه اقبل بيها بسيط مش كتير. ماشي، الكفته الونها كده بيها وادخلها الفرن. هقول تاني الكفته دي عملتها من ايه عشان هي حلوه جدا وهتجربوها وتعجبكم قوي. تاني هقولها، احنا بنجيب فريك نص كوبايه فريك قولي، ماشي، وتروحي حاطه لها كوبايتين ميه على النار يسلقوا، هيسلقوا بعد الغليان لمده 10 دقائق، بعد كده صفيها، صفيها وسيبيها تتصفى حلو جدا. بعد كده هناخدها في المطحنه اللي زي كده ومعاها اللحمه المفرومه معاها بصلايه مبشوره انا عصرتها وخدت ميتها حطيتها على الجيلاتين، معلقه نص كيلو معلقه كبيره جيلاتين، وحطيت الجيلاتين ده برده كمان معلقه صلصه معلقه بابريكا اي حاجه تحمرها شويه علشان انا عندي فريك بيبيض شويه اللحمه. تمام كده، وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، وطحنت ده كله مع بعضه، دوبت الاول الجيلاتين في ميه البصل ومعلقه الصلصه
او معلقه بابريكا وشويه ميه، وبعدين تحطهم على كلهم على بعض وعجنتهم كلهم على بعض كويس جدا. بعد كده صبعتها وخدت معلقه صلصه على شويه ميه ولونت بيها، لونت مش غرقت الكفته، وبعد كده دخلها الفرن. الجيلاتين هايل هايل في الكفته، سر من اسرار نجاح الكفته الجيلاتين. بس ده من الاخر، خليهولك ابدا ابدا، خليه ان هو يفك حتى لو حطله ايه.